ورجعنا لكم مرة تانية على الهواء مباشرة، ونفسي جدا يكون في دار أوبرا في كل محافظة في مصر، ونفسي كمان يكون في مسرح في كل مسارح وسينمات ومراكز شباب ونوادي بنتكلم عن مهرجان السويس السينمائي، وكنت بسأل ضيوفي وقلت لهم انا اعذروا جهلي ان انا ما اعرفش ان في مهرجان في السويس. انا رحت مهرجان اسماعيليه قبل كده، ورحت مهرجان الاقصر، رحت مهرجان القاهره طبعا السينمائي، معظم المهرجانات اللي تمت في مصر، بس قالوا لي لا ده دورته التأسيسيه. فانا سعيده جدا ان في مهرجان بيقام في السويس، وبتمنى طبعا يتم تعميم الفكره في كل محافظات مصر ونشوف السينما في كل المحافظات، لان الفن من اساسيات الحياه. ودايما بنقول ان الانسان الحساس او الانسان المهتم جدا بالفن عمره ما يقدر يمسك سلاح، صدقوني. طيب اسمحوا لي ارحب بضيوفي النهارده، هما الاثنين ممثلين، يوسف نور ممثل مسرحي، ازيك يا يوسف؟ وكمان معايا احمد سعيد، ازيك يا احمد؟ اهلا وسهلا. الاخبار؟ كلموني بقى في البدايه واشرحوا له كمان للساده المشاهدين عن مهرجان السويس السينمائي ودورته التاسيسيه. هي بسم الله الرحمن الرحيم. الأول سعيد بوجودي مع حضرتك النهارده. أنا أسعد. كان في البداية هو الموضوع حلم من زمان قوي، كان عندنا منتج وممثل الأستاذ عبد الواحد العاشري الله يرحمه، أنتج أكتر من فيلم سينمائي وكده، وكان بيحلم إن هو يعمل مهرجان يكون للسينما في السويس، و يعني تقريبا كان هو اول واحد صاحب الفكره. هو الاستاذ محمد بغدادي، كان يليهم النائب عبد الحميد كمال، وهو الراجل حاول جهدا انه يعمل مهرجان واجتهد في كده وكلم ناس كتير، واعلن حوالي 3 اشهر عن ان احنا هنعمل الدوره التاسيسيه للمهرجان، وفعلا تقدم للعمل للمهرجان حوالي 19 فيلم تقريبا، يعني عدد كبير بالنسبة لدورة تأسيسية وفي محافظة صغيرة زي السويس. ويعني احنا كانت كلنا سعادة طبعا ان ده بيحرك المياه الراكدة عندنا في اتجاه السينما، لان احنا عندنا ناس كتير قوي ممثلين طبعا وفي موهوبين في كل مصر، يعني اشهرهم طبعا الفنان الكبير اسماعيل ياسين، وحتى المسرح كان باسمه اللي كان بيتعمل عليه الفعاليات اللي هو مسرح او السينما اسماعيل ياسين. يعني فكان الراجل مشكورا حاول ان هو يطلع مجموعة من اللي عندنا اللي بتنزل ورش في القاهرة اللي بتاخد دورات. احنا عندنا ممثلين مسرح الحمد لله وفرقه دوليه واخده جوائز دوليه، فيعني حاولنا ان زي ما في المسرح عندنا عامل نشاط كبير انه يكون في كمان نشاط سينمائي. هايل. ايه الافلام المشاركه في المهرجان؟ وانا كنت مشارك بفيلم اخراجي وتمثيلي وسيناريو وحوار كان اسمه جاي العريس. فيلم تاني بتاع يوسف نور، فيلم انكسار، كان اخراج محمد الجبرتي. اوكي، طب كلمني الاول عن جاي العريس في البدايه. جاي العريس هي كانت فكره بيني وبين واحد صديقي، يعني فكره الحب اللي ما بيكملش او القصص اللي ما بتكملش. هي كانت فكره في البدايه ان هو طالب بيدرس وفي نفس الوقت بيشتغل عشان خاطر ياخد حبيبته في الاخر ويتجوزه. فاحنا قسنا الموضوع على اتنين، على طالب فعلا شغال وبيشتغل، والتاني متخرج بقاله 5 سنين. في انتوا عاملينها في اطار كوميدي؟ لا احنا مش عاملينها في اطار كوميدي خالص، هي دراما، يعني دراما دراما. والاثنين ما بيتجوزوش. الاثنين ما بيتجوزوش، بس في الاخر في حد بيضحي، في واحده بتضحي لان هي عندها كانسر، فبتضطر ان هي مش عايزه حبيبها يعيش معاها في المأساة بتاعتها، فبتضحي عشان هو يعيش براحته ويعيش سعيد مع غيرها يعني. وفي واحده ثانيه بتبيع عشان خاطر الفلوس. فاحنا قسنا على المستويين. قصتين مختلفتين تماما، هما الاثنين مختلفتين بس مدموجين ببعض. ايه الرابط اللي بينهم؟ الرابط اللي بينهم الحب نفسه. حتى في لعبه، في لعبه الشطرنج يعني. حتى البوستر كان بتاع الفيلم كان عباره عن شطرنج، يعني هي جيم في الاخر، هي لعبه. الحياه عامه هي لعبه بالزبط. بس ما تيأس يعني، خلاص قصه انتهت، ما تيأس، عيش دور جديد، العب دور جديد وعيش حياه جديده. حلو قوي، حلو قوي المنظور نفسه يعني القصه نفسها. طيب وبالنسبه لك انت الفيلم المشارك بيه فيلم انكسار. فيلم انكسار. اوكي، قصته ايه؟ الفيلم تأليفي وبطولتي طبعا، وبطوله معايا احمد مشارك في البطوله، ومعانا زميله اخرى اسمها ناديه نجيب، والفيلم اخراج محمد الجبرتي. الفيلم بيحكي عن العلاقه الزوجيه وازاي الراجل ممكن يبقى
قوي في بيته فعلا من غير ما يبقى بمد ايد او بزعيق او يعني العلاقه مفهوم الرجوله يعني بالظبط، العلاقه الرومانسيه المفتقده بين الراجل وزوجته او بين عموما في الحياه. يعني حاولت في اطار بسيط 11 12 دقيقه ان احنا نوصل الفكره دي للناس. يعني اوكي، هي معظم الافلام المشاركه في المهرجان افلام قصيره؟ هي كلها المهرجان الافلام القصيره اصلا. انا ما اعرفش يعني انا ما اعرفش اساسا يعني هو الافلام القصيره. اوكي طيب، وخليني بقى انت فكره الاخراج نفسه، يعني انت مثلت كمان في فيلم جاي لي عريس ولا انت بس شاركت بالاخراج والكتابه والتاليف؟ هي قصه مصطفى البسوني وكريم انور، سيناريو وحوار واخراج كنت انا يعني. هي كانت اول تجربه اخراجيه ليا يعني. طب وكانت عامله ازاي التجربه وفكره توجيه الممثل وقعدات الترابيزه مع المؤلفين يعني متهيألي في يعني المخرج ده هو رب العمل يعني. ايوه، ما كانش فيه مؤلفين، احنا كنا الموضوع كله كان قايم ما بين صحاب. احنا اشتغلنا مع بعض في حب فظهر على الفيلم. اوكي. قعدنا مع بعض واتكلمنا. تاني يوم كنا كاتبين الحوار. ثالث يوم رحنا نصور، قعدنا نصور تقريبا من الساعه 6 الصبح لغايه الساعه 3 العصر. انتوا خدتوا كام يوم في تصوير الفيلم؟ هو يعتبر يومين، يعني يومين. المشهد الاخير هو خد يوم لوحده يعني. هو الفيلم كله 7 دقائق و20 ثانيه. بالنسبه لك فيلم انكسار اخد وقت قد ايه تحضير وتصوير؟ هو انكسار ما كانش الفيلم الاساسي اللي احنا مشتركين بيه، انا كنت مشترك بفيلم تاني اسمه الوشم. للاسف قبل تصوير اخر مشهد الشاب اللي كان بيعمل المكير بتاعنا ايده اتكسرت. فهو اللي كان بيعمل لي الوشم اللي على الوش وكده، فطبعا كررت ما كملتوش. كان بيحكي عن ايه قصه الوشم؟ الوشم كان بيحكي عن ازاي ان الواحد ممكن الناس يعني يبقى يتحرك في التعامل مع الناس عشان الحرق اللي موجود في وشه، فبيضطر يخبي الحرق ده بوشم عشان يواجه المجتمع بوشم. الناس تستهزئ من الوشم لكن ما يعني ما تفتقدش التعامل معاه. وفي النهايه بيقرر فيلم ان هو انساني قوي. في النهايه بيقرر ان هو يشيل الوشم ويواجه المجتمع. للاسف ما كملناهوش طبعا عشان المكير دي اتكسرت. فاضطريت ان انا اكتب السيناريو والحوار لفيلم انكسار، انا بحب الرومانسيه او بحب اكتب في الرومانسيه دايما. فكتبت في الجزئيه دي. الفيلم اتكتب في ساعتين ونص تقريبا. واو. واتصور من 8 مساء ل 6 الصباح. طب تعالوا نشوف جزء من فيلم انكسار ونرجع نكمل كلامنا تاني. عايز اقول لحضراتكم ان هم كمان ممثلين مسرح، وكنا لسه بنتناقش ان قد ايه المسرح هو ابو الفنون، وفكره ان انت بتمثل على المسرح فانت رد الفعل الجمهور على طول فوري جدا. طيب احكوا لي بقى عن انت لسه راجع من بغداد يا يوسف. صح؟ احكي لي عن المهرجان اللي انت شاركت فيه والعرض اللي انت شاركت بيه في المهرجان. انا طبعا عضو مؤسس في فرقه السويس لمسرح الشارع بقياده زميل المسرح المخرج الاستاذ محمد الجنايني. كنا لسه في مهرجان بغداد وربنا كرمنا الحمد لله، خدنا يعني افضل عرض مناصفه مع تونس. كانت عامله عرض هايل برضو. العروض كلها كانت في شارع المتنبي هناك، و قد احنا كنا فرحانين جدا، والناس كانت بتستقبلنا بحفاوه كبيره جدا بمجرد علمهم ان الوفد المصري يعني مشارك او موجود، كانوا بيستقبلونا طبعا بحفاوه جامده. ودي مش اول سفريه ناخد فيها جوائز او نروحها، يعني كانت في سفريات قبل كده في كردستان برضو وخدنا الحمد لله افضل تمثيل وافضل عرض. طب العرض في تونس كان عن ايه؟ اسمه ايه؟ العرض التونسي. لا العرض المصري اللي انتوا قدمته في تونس. العرض المصري او ما تقدمش في تونس، لا هو كان في بغداد. في بغداد وخد الجائزه مناصفه مع تونس. ايوه سوري، العرض كان اسمه ايه؟ العرض بتاعنا كان اسمه ايه؟ معقوله يا جماعه نسيتوا العرض؟ بتهرج. والله العرض الاولاني كان اسمه ام الدنيا اللي احنا شاركنا بيه في مهرجان كردستان. حنة سويسي. والعرض الثاني ده كان اسمه حنة سويسي. اوكي. كان بيحكي عن الموروثات اللي عندنا في السويس، وفي الاخر عن الحنة السويسي بتاعتنا دخلناها في الموضوع بتاعنا. طب تحكي لي عن الحنة السويسي. اوعى تقول لي مش فاكر العرض، هتضايق قوي. اتكلم انت بقى عشان انا مش عارفه اقول لك. ما انا ما كنتش معاها في العرض اصلا. بس انت فاكر اكتر منه. لا الحنة السويسي كان بيحكي عن العادات والتقاليد بتاعتنا، حبيت اجيب التاريخ بتاعنا كله في موجز مختصر في لوحات مختلفه في اطار الحكي الشعبي. وفعلا عملنا ده، جبنا من ايام الفراعنه من ايام احمس وعلاقته بالكهنه والتدين اللي كان موجود. وبعدين بعد كده عصر محمد علي وافتتح بعد كده عصر الخديوي اسماعيل وافتتاح القناه، وثم مرورا بالرئيس جمال عبد الناصر، وبعدين دخلنا فتره الاحتلال او النكسه والنصر طبعا الانتصار وصمود السويس في 24 اكتوبر طبعا.
طبعا. وعملنا في النهايه بدل ما نعمل اغاني الحرب عملنا اغنيه الحنه السويسي كان في دخله هتحصل يعني لعريس وعروسه. لسه بقول ان مصر غنيه جدا بتراثها وتراث كل محافظه مختلف عن اي حد. تماما. يعني الواحد بيفتقد جدا فرقه الفنون الشعبيه كمان، لان الواحد كبر عليها وكان عارف ان كل محافظه ليها تراثها وعاداتها وتقاليدها ورقصاتها واكله. يعني متهيألي احنا اغنياء قوي بتراثنا. فطبعا العرض هي اكيد انا متخيله ان احنا بتاريخنا ده كنا لازم اكيد نفوز بالجائزه الاولى. الحمد لله. صحيح. طب وانت كمان شاركت بايه يا احمد في كعروض مسرحيه؟ عروض مسرحيه انا عارفه ان انت قلت لي هنا كان في القاهره. هنا كان في القاهره، كنا في عرض من السويس في مسابقه نوادي المسرح كان اسمه القطه العاميه. كان اخراج استاذ محمود عثمان. كان بيحكي عن ايه برضه القطه العاميه؟ القطه العاميه ده بيحكي عن ماساه لست شباب على خشبه المسرح. هم احلامهم بسيطه جدا بس مع ذلك مش عارفين يحققوها. مش عارفين يخرجوا من الضلمه اللي بقت حواليهم. كل الافكار اللي بتحكوها لي افكار حلوه جدا. يعني فكره ان من خلال المسرح تقدر تقدم كل الافكار دي وتلاقي رد الفعل من الجمهور، ده متهيألي حاجه لطيفه جدا. احنا كمان عملنا اول فريق اذاعي مستقل يعني من حوالي 5 سنين باسم نور تيم. وبنقدم بقالنا 5 سنين مسلسل رمضاني كل سنه والحمد لله بيبقى عليه اقبال كبير. يعني السنه اللي فاتت مثلا كان المسلسل بتاعنا بيتذاع في اذاعه صوت ميلانو في ايطاليا، مش في مصر بس. واو. وحاولنا يعني من خلال المشروع ده ان احنا نعيد احياء تراث الاذاعه من جديد، وبنعمل سهرات اذاعيه كل شهرين ثلاثة كده، بنعمل سهرة إذاعية نقدمها يعني، والحمد لله بتنال إعجاب الناس يعني الحمد لله. هي الحسن السويس فيها حراك فني ضخم جدا. الحمد لله بس مش معمول عليه سبوت يعني بالزبط. لأنه احنا في إقليم طبعا بعيد عن القاهرة، فبيبقى محتاج إن يتحط عليه سبوت. الكلام ده أكيد لو كان موجود هنا في القاهرة كان هيبقى الموضوع مختلف والشهرة مختلفة وكل حاجة هتبقى مختلفة. صحيح. طبعا. صحيح. معلش واحدة واحدة، بما إن هو في دورته التأسيسية يعني معلش هتاخد وقت شوية. أكيد إن شاء الله. متهيألي. أحمد تعالى نتكلم عن جايلي عريس عشان احنا كمان معانا فوتج نتكلم عنه. ومتهيألي فكر بقى انك تحرك الممثلين وان انت توجههم، ده كان بالنسبه لك فيه صعوبه كاول تجربه اخراجيه ليك، ولا زي ما انت قلت ان انتوا كلكم كنتوا متعاونين مع بعض كصحاب فالموضوع خرج بطريقه تلقائيه وجميله؟ يمكن هم زعلوا بس مني في البدايه اول ما بدانا شغل، لان في فرق ما بين ان احنا اصحاب وفي فرق ما بين ان احنا بنشتغل نطلع حاجه. ممكن. فانا حاولت ان انا ما اخلطش بين الاثنين، يعني احنا خلينا في اللوكيشن اللي احنا بنصور فيه ده، خلينا انا مخرج وانتم ممثلين معايا. اوكي. بس فبعد كده الموضوع خلص. نعم. انا اللي اقول يلا. انا اللي اقول اكشن. طيب تعالوا نشوف جزء من الفيلم ونرجع نكمل كلامنا. كنت لسه بتكلم معاهم عن فكره ليه ما يبقاش في قناه على يوتيوب ان يقدروا الشباب من خلال ان هم يعرضوا اعمالهم، وبالذات المهرجانات اللي بيتعرض فيها افلام افكارها حلوه جدا. بتفكروا ان انتوا فعلا تعرضوا الافلام دي بعد كده على يوتيوب، ان ممكن يبقى في ان احنا من خلال نقدر نتفرج على الافلام دي؟ اكيد طبعا. هو بس الاول كنا مستنيين ان المهرجان ينتهي يعني على خير والجوائز طبعا وكده، وبعدين كل مخرج هيبتدي ينزل الفيلم بتاعه على اليوتيوب عشان على الاقل اهله واصحابه والناس اللي بره كلها تتفرج عليه. يعني احنا اصدقاء بره مصر عايزين يتفرجوا عايزين يشوفوا. صحيح. الموضوع. صحيح. وكمان لو في مخرجين تانيين يقدروا يشوفوا او في كتاب سيناريو يعني يبقى في تعاون اكتر يعني. طبعا اكيد. طيب عايز اتكلم عن لجنه التحكيم. مين لجنه التحكيم في المهرجان؟ كان رئيس اللجنه الاستاذ المخرج الكبير طبعا الاستاذ خالد الحجر. طبعا. وكان معاه الفنان سيد رجب. هيل. الفنان هيل. احمد كمال. وكان في ضيف شرف الاستاذ خالد يوسف. هايل. وكان رايهم ايه في الافلام المقدمه والعروض اللي مقدمه؟ كان في جلسه مع الاستاذ خالد الحجر، هو ابدا اعجبه بالمستوى اللي موجود، لان اول دوره تاسيسيه ويكون بالكم ده يعني هو قال ان في عند الاولاد تكنيك كويس وان هم محتاجين شويه تدريب بسيط وكلهم ممكن يقدروا يوصلوا، وبالنسبه لاول تجربه هم هايلين يعني. ده طبعا. كان رايه بالنسبه للمجموعه يعني. انا بشكركم جدا جدا. كان معايا يوسف نور بطل فيلم انكسار. سمع. طيب. واحمد سعيد واحمد سعيد بطل أيوة. فيلم جايلي عريس والمخرج كمان. اكشن. بشكركم جدا يا جماعه وبتمنى لكم التوفيق، واحنا هنا بنقدم لكم كل الدعم، الاستوديو تحت امركم واحنا كمان موجودين في اي وقت. نحب نقابلكم مره تانية ويكون في اعمال اكتر كمان، ونساندكم في دوره تانية وثالثه ومكملين معاكم لحد ما المهرجان يبقى مهرجان ان شاء الله دولي. ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق. فاصل سريع وقابلكم انا واشرف سريعا ونختم يومنا مع حضراتكم النهارده.